ده منظر البوتاجاز بتاعي بعد لما عملت عليه، كان في عليه حلة كبيرة حاطة فيها طماطم بغليها يعني عشان احطها في الفريزر. فطبعا انتوا عارفين شفتوا شكلها حتى ناشفة جدا، وكمان كنت بحمر كنافة عليه والدنيا باظت اكتر، وده من يوم يعني من ساعة واحدة بس، عشان الطماطم فارت وكملت غلية فمسكت. عشان ما اطولش عليكم، الموضوع صعب جدا اهو وكل حاجة، فموضوع عايز نقع والكلام ده. لا مش نقع ولا اي حاجة، بحاجة سهلة جدا هقدر ان انا اشيل لكم الحاجات الوحشة دي بالليفة الكربونية، بس من غير اي يعني بالليفة الكربونية والصابون البريل. خلاص احط البريل واحط وميه سخنه، شويه ميه سخنه بس، مش محتاج اكتر من كده. معاك اهو البريل يعني نقطتين كده وشويه ميه سخنه على المكان كله يعني، وبالليفه هبدأ ان انا بالليفه بس من غير اي حاجه هبدأ ان انا اشيل. بصوا طبعا من غير نقع، من غير اي حاجه، ومن غير طبعا الباور والكلام ده اللي هو اصلا الناس اللي صدرها بيوجعها. طبعا عارفه ان الريحه بتاعته بتبقى وحشه جدا، كانها عامله زي ريحه الميه، ميه النار. بصوا يا دوبك بدعك بسيط، مش بدع الجامد كمان. شفتوا الحته دي مثلا؟ بصوا هكملها واوريها لكم بعد ما اخلص البوتاجاز. بعد ما عملته بالليفه الكربونيه بس يا دوبك، حطيت نقطتين بريل مع شويه ميه سخنه، ما عملتش اكتر من كده. وفي ساعتها من غير نقع ومن غير حاجه عملت بالليفه، والنتيجه طبعا زي ما انتم شايفين جميله جدا، واللمعه جميله قوي بالليفه بس في 5 دقائق، من غير بقى لما ارش منتجات اللي هي زي الباور والحاجات دي، او فلاش اللي هو فيه فلاش بتاع الفكرة البوتاجازات. الحاجات دي بتهري الايد وفي نفس الوقت بتبقى مش حلوة للناس اللي بتتعب من الروائح. لكن بدي بس عملت كده، فانا بجد انبهرت بيها قوي. هي اسمها ليفة كربونية، ب7.5 جنيه، كنت جايبها ب7.5، فهي حاجة رخيصة قوي وهتساعدك وما بتتهريش. وعلى فكرة بتفضل محتفظة برضو بالبريل والحاجة اللي فيها، بس هتغسليها كويس وتسيبيها تتصفى وهتستخدميها، بتقعد مدة طبعا طويلة. ان شاء الله بعمل لكم فيديو لتنظيف الناس اللي ما بتعرفش تنظف الحاجات اللي جوه، بس عشان ما اطولش عليكم ما عملتهاش، اللي جوه العين نفسها، لان بتبقى صعبة. وفي مرة اتعافيت مع عليها عورت ايدي، فانا عندي طريقة سهلة جدا ان شاء الله هبقى اعملها لكم قريب عشان انضف الحاجات اللي جوه دي. وان شاء الله هبقى انزلها لكم، ويا رب اكون فدتكم وفدت الناس اللي بتتعب في من الروائح، وبتتعب كمان ان هي عندها منتجات كتير بتبقى تحت الحوض. دي هتوفر عليكم منتجات وحاجات كتير بتجيبوها، وبتبقى غالية وبتاخد طبعا مساحة ومكان كتير. ان عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يجيلكوا كل جديد بعمله.